يأتي التمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 2 والذي يقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة تبادل للخبرات وتأكيد على معدلات الجاهزية والاستعداد. في هذا الإطار تشارك وزارة الداخلية في فعاليات التمرين متسلحة بخبرات أمنية متقدمة وقدرات احترافية في الأداء. تتواصل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي 2 والذي يعد الثاني من نوعه، حيث نفذ التمرين الأول عام 2016 بمملكة البحرين في إطار العمل على تعزيز التعاون المشترك والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة. هذا التمرين يأتي لمواكبة تطور الجريمة ومواكبة التعاون الأمني القائم فعليا بين دول مجلس التعاون للمحافظة على الأمن والاستقرار والتنمية في دولنا. اليوم شفنا رجال الأمن بمجلس التعاون يعملون كلهم مع بعض بأعلى مستوى من الحرفية ومزودين بأفضل التجهيزات لمكافحة الجريمة ولفرض الأمن والنظام العام. إن مكافحة الجريمة هي أساسا للتنمية والأمن، وقادتنا في دول مجلس التعاون وفي مملكة البحرين اهتموا بالعنصر البشري، وتم تطوير العنصر البشري والاهتمام بتدريبه وتجهيزه بأفضل المعدات لمواصلة هذا التطور في الجريمة ومحاربتها قبل وقوعها. هذا التمرين الحقيقة هو التمرين الثاني. التمرين الأول كان بمملكة البحرين الشقيقة، والحقيقة نحن اللي استفدنا من نقاط القوة اللي كانت موجودة في هذا التمرين وفرص التحسين، وهو جاء استكمالا لما تم في مملكة البحرين في عام 2016. هذه الوحدات المتواجدة حاليا بدولة الإمارات لتنفيذ هذا التمرين إنما جاءت بناء على تخطيط وتنسيق ميداني وعملياتي حتى نصل في النهاية إلى تحقيق الرؤية الشاملة لوزارات الداخلية بدول المجلس، وهي الرؤية التكاملية في تحقيق الأمن الداخلي. القوة الأمنية السعودية والقوة الأمنية البحرينية وكافة القوات الأمنية المشاركة من الدول الخليجية في هذا التمرين أفرزت وأرسلت قوات مختصة ذات كفاءة عالية تتمتع بتدريب متقدم لتنفيذ مثل هذه المهام. تمرين خطوة متقدمة وخطوة مستمرة بإذن الله، نبعت من توجيهات أصحاب السمو وزارة الداخلية لمجلس التعاون الخليجي ومتابعة قادتنا الأمنيين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم. وضمن القوات المشاركة في التمرين طيران الشرطة، والذي يقوم بتقديم الدعم والإسناد الجوي لأعمال الفرق الأمنية للتعامل مع الفرضيات المختلفة والمشاركة بعمليات الإنزال الجوي للأفراد. طبعا مشاركة مملكة البحرين هني في دولة الإمارات العربية المتحدة هي عبارة عن الجاهزية الكاملة للمملكة في العمليات المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون. طبعا توحيد الكول ساين يعني من الدول كلها مع الجراوند فورس اللي هو القوة الأرضية. الأهداف منها تبادل الخبرات فيما بين دول مجلس التعاون واتحاد الفرق في التعارف على المستوى الحديث بالنسبة حق الطيران المشترك. وتعمل الفرق على مستويات متعددة من التدريب وفق سيناريوهات التمرين في إطار منظومة من العمل التكاملي المشترك بروح الفريق الواحد للإسهام في تحقيق أهداف التمرين.